الزبون فاكر ان الاسعار بتغلى من الجزار نفسه، ولكن المعروض من المواشي اقل من السحب. السحب اكثر البضاعه دي عرض وطلب، ان هذا سعر اللحم وصل 600 جنيه بسبب الاعلاف، سبب ان ما فيش حد عايز يربي من غلاء الاعلاف. سبب ثاني ان السحب اكثر من المعروض، ده بيؤدي برضه لارتفاع السلعه، واخد بالك؟ فكل دي عوامل بتؤدي لارتفاع سعر اللحم. احنا مش ذنبنا حاجه، احنا الضغط علينا، انا ما بروح اشتري ما حدش بيفرط لي ولا حد بيقول لي ده، لا بتاخد بالاسعار اللي بيدوني فيها باخد بيها على طول، فبالتالي لازم تغلى، مش انا يبقى غالي وبيع رخيص ما ينفعش. كنت جاي هنا بس عشان اشتري لحمه، الحمد لله كل سنه طيبين. هي غاليه شويه بس يعني انا من الدنيا، الغلاء ده مش علينا احنا بس في مصر، ده على العالم كله. والجزارين والله يعني انا محمد هنا بتعامل معاه من اول ما جيت البلد هنا كذا سنه، هنا راجل محترم وبيحاول يتعاون معانا برضه على قد ما يقدر يعني، بس هنعمل ايه يعني، الله المستعان. اصحاب المحل دول نسايبي وممارس معاهم كل كبيره وصغيره من ناحيه اسعار اللحوم وارتفاع الاسعار، فانا عندي علم. حتى لما بروح معاهم الاماكن اللي هي فيها العلف وفيها الرده، ارتفاع جنوني في اسعار الرده واسعار العلف، وده بيؤدي لان هم الناس مش محدش عايز يبيع غالي، كله عايز يبيع حاجه رخيصه كويسه، لكن الظروف بتحكم على الجزار ان هو بيجيب العجول بشق الانفس على ما يتوصل انه يجيب عجل او اثنين من اماكن، من سوهاج، من جنا، من اي بلد، بيجيبها بطريقه صعبه جدا جدا جدا، وكل شويه يرفعوا الاسعار. فطبعا كله ده ناتج عن ارتفاع الاسعار العالميه اللي جايه من بره، والمواني والتوريدات وكله ده هو سبب ارتفاع الاسعار. لكن الجزار ما عندوش بقى ما يعني ما مش حابب انه يبيع غالي، انا متعاطف مع الجزار، في نفس الوقت زعلان على الزبون، لان الزبون ظروفه صعبه، والجزار ما عندوش ظروف يقدر يدي اكتر من كده، يعني هم صعبان عليهم الزبون.